مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. أوباما يقول أن مصر لها دور محوري في تحقيق الأمن بالشرق الأوسط، والسيسي يؤكد أهمية العلاقات المصرية الأمريكية. وزارة التربية والتعليم تصدر تشريع جديد لفصل أي معلم يتحدث في السياسة، ووزارة الإسكان تطرح أرض المرحلة الثانية للمغتربين بعد العيد. القاهرة تنجح في التوصل إلى اتفاق ينهي كافة القضايا العالقة حول المصالحة بين فتح وحماس وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة.